بقدر اكتساح القوائم المستقلة للمعترك الانتخابي، بقدر توافد الشباب اللافت لممارسة العمل السياسي، بتمكين المترشحين في هذه القوائم القيام بحملتهم الانتخابية بأكثر أريحية. تغطية النفقات لكل مترشح يقل سنه عن 40 سنة وينضوي تحت غطاء القوائم المستقلة يذلل صعاب العائق المادي لتمويل الحملة في بدايتها. لكن نأمل دائما أن يكون إعانتنا في خلال الحملة، لأنه طبيعة الحال نحن بحاجة إلى هذا المال، وحتى يكون في محله يعني وفي في وقته المناسب. المبلغ المالي يساعد كثيرا فئة الشباب، ومن خلاله قمنا بالقيام بالعديد من الأعمال الجوارية من خلال تمويل إنشاء أو تصميم الملصقات وطبعها وكل المعدات المتعلقة بقائمتنا. وبالإضافة إلى ذلك قمنا يعني بكراء السيارات والحافلات من أجل التنقل، لأن كل هذه المصاريف تعد عبئا على فئة الشباب التي من خلال هذا المبلغ المالي تمكنت من التحرك. دعم الشباب في الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو وتوفير حد أدنى من المساعدة قرارات من شأنها أن تضع حداً لتوغل المال الفاسد في العملية الانتخابية حسب مترشحين، خصوصاً أن التمويل يتم تحت رقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إضافة إلى إثبات كل المصاريف بوثائق وفواتير تبرر النفقات. على مستوى القائمة الحرة هذا المبلغ هذا يدخل، لابد أن القائمة تفتح حساب باسمها، وهذا المبلغ هذا يدخل في قنوات بين. التكفل بتمويل حملة الشباب في القوائم المستقلة ووضعهم في مستوى تنافسي بفتح الباب على مصراعيه أمام الكفاءات من شأنه إعادة الثقة للمواطن، وهو أمل الكثير ممن يطمح إلى التغيير.